اهلا وسهلا معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في واحد من المتابعين سأل ان الـ A3000 كان فيه زرار برع حق اللي هو التحكم في التاتش ريسبونس للمفاتيح. في الـ A5000 والـ SX900 والـ 700 والـ 600 وما في الزرار برع. طبعا كيف توصل لهاي الخدمة انك انت تتحكم في التاتش للاصوات وكذلك في نفس اللحظة للتاتش اللي هو المفاتيح. تروح على مينيو بيج رقم 2، اخر شيء عندك هنا مكتوب لك كيبورد اند جويستيك. اول ما تضغط على كيبورد اند جويستيك تفتح لك الصفحة هاي، روح على طول تفتح لك الصفحة على شيء اسمه كيبورد. لاحظ معاي هني مكتوب الانتيل تاتش، تروم تتحكم في التاتش الليفت والرايت 1 والرايت 2 والرايت 3. الحين لاحظ معاي راح اختار صوت مثلا البيانو، هذا لحظة هذا البيانو. الحين بشو؟ بالتاتش. تبغي تلغي التاتش تخوز التك عن رايت 1، رفع عليه. لاحظ معاي صوت عالي بالتاتش، شوف تروم تتحكم في الليفت اللي هو الليفت اللي هو اذا انت حاط الليفت تشتغل، يعني حاط صوت يشتغل مع الكورد، وفي الرايت 1 والرايت 2. زين كيف تتحكم في نفسه التاتش، يعني نفس التاتش تتحكم فيه؟ تلاقي تحت مكتوب لك تاتش، زين تاتش كورف، دق عليه. لاحظ معي تطلع لك هنا لما تدخل على هاي الخدمه، شوف يطلع لك النورمال وسوفت 1 وسوفت 2 وهارد 1 وهارد 2. هني انت تتحكم في درجه التاتش اللي هو ريسبونس مال الكيز. يعني الحين على النورمال شوف تباها مثلا على السوفت اللي هي الناعمه سوفت 2 هارد. طبعا تتحكم فيها، طبعا هذول الناس اللي هم مختصين في حق البيانوهات او ناس تبغي تعزف يعني بصوت عالي بصوت منخفض. هذا المهم اني انا وصلتك وين تتحكم في التاتش ريسبونس للاصوات ولنفس اللحظه للمفاتيح. طبعا تحت بتلقى مكتوب لك فيكسد اللي هو الفيلوسيتي. الفيلوسيتي فيكسد شو؟ عاطينك مثل الفوليوم، شوف لاحظ معي فوليوم تتحكم فيه سواء عن كذي او انك تحط ايدك تتحكم فيه. طبعا هني تتحكم في درجة شو؟ اذا شليت التاتش ريسبونس، اسمع معي، انت تبغي تخفض، شوف بدون تاتش ريسبونس تبغى يكون الصوت كذي مش عالي، تضغط على التاتش ريسبونس على الرايت 1 شوف يرجع، شوف مو بنفس قبل يوم انت مطول عليه. اسمع الحين مو بعالي، لكن شوف الحين بطول عليه وبشيل التاتش ريسبونس، شوف عالي، لكن شوف اقصر عليه واحط التاتش ريسبونس. يعني انت تتحكم في درجة التاتش ريسبونس من الفوليوم هني من تحت اللي هو الفيكسد فيولتي، تبغى تطول عليه شوف بهاي الطريقة. يعني عطيتك كيف توصل حق الطريقة اللي هو انتيل التاتش، وشكرا ومع معلومة ثانية.